السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ودائما في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو، الوصفة ديال اليوم إن شاء الله غادي تكون عبارة عن مسمنات معمرين بحشوة اقتصادية، كيجيو لذاد بزاف من أروع ما يكون، كيجيو مرقين هشاش ومقرمشين، فعلا كيستحقوا التجربة ديالكم. إذا بغيتوا تعرفوا معايا الطريقة ما عليكم إلا تتبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخير باش تشوفوا جميع المراحل. وإلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديال الوصفات. بقاو معايا الآن باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. ونبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير ديال العجين، غادي نحتاجو 300 غرام ديال الدقيق الأبيض، ما يعادل 3 ديال الكيسان ديال العنبة. غادي نضيف عليهم 150 غرام ديال الدقيق ديال الفينو، ما يعادل كأس ونصف، يعني الكمية ديال الفينو كتساوي نصف الكمية ديال الدقيق الأبيض. غادي نضيفو ملعقة صغيرة ديال الملح، القليل من خميرة الخبز غير واحد شوية، حتى راس معلقة. وغادي نضيف ملعقة كبيرة ديال الزيت النباتية. غادي نجمع العجين ديالي بالماء الدافئ، غادي نبقى نزيد الماء بشكل تدريجي حتى نحصل على واحد العجينة اللي هي رطبة، ما تكونش قاصحة بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش مطلوقة وتلصق لينا في اليدين. صافي، هنايا كنعجنوها واحد شوية تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، ومن بعد كنوضعوها في بلاستيك ونخليوها ترتاح على ما نوجدو الحشوة ديالنا. كيف ما كتشوفوا القوام كيكون على هذا الشكل هذا. من بعد فاش كترتاح لينا العجينة ديالنا، كندلكوها واحد شوية باش كنخرجوا هذاك الهواء اللي كيكون فيها، ومن بعد كنقدوها بالطول وكنقسموها لقطع تكون متساوية. القطع ممكن تكبروهم او تصغروهم اللي بغيتو، انا غادي ندير كرات تكون متوسطة الحجم. صافي، هنايا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نشكلوا كرات بحال اللي كنديروا في المسمن، الطريقة ديال المسمن الاعتيادية. من بعد كنوضعوهم في لاطا اللي كنكونوا بطبيعة الحال دهناها بشوية ديال الزيت، كندهنهم بالزيت كذلك من الفوق باش ما كيلصقوش لينا، وصافي كنغطيوهم وكنخليهم يرتاحوا مزيان على ما كنوجدوا الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه ديال اليوم اللي غادي نقترح عليكم، غادي تكون اقتصاديه وغير مكلفه وكتجي لذيذه بزاف. غادي نحتاجوا ليها بصله مقطعه رقيقه بهذا الشكل هذا، من الاحسن ديروا البصله البيضاء ماشي الحمراء، البصله البيضاء كتجي احسن. غادي نضيف عليها القليل من المعدنوس مقطع. بالنسبه للبصله كديروا بطبيعه الحال القياس اللي غادي يكفيكم، انا استعملت 4 ديال الحبات متوسطين، نتوما بطبيعه الحال يمكن لكم تزيدوا اولا تنقصوا على حسب العدد ديال الافراد الاسره. وبالنسبه للتوابل غادي نديروا شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الخرقوم، ويمكن لكم تضيفوا كذلك شويه ديال الفلفل الحار او السودانيه، كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. واخر حاجه كنديروا قليل من الزيت ديال الزيتون. هاد الحشوه هادي كيف ما شفتوا معايا المكونات ديالها بسيطه جدا وفعلا كتستحق التجربه لانها كتجي لذيذه بزاف. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا كنخلطوها مزيان حتى كتندمج جميع المكونات، وكنعاودوا نخلطوها بالاصابع ديالنا بهذا الشكل هذا. هاد المرحله هادي ضروريه باش البصله ما كتبقاش قاصحه بزاف وكترطب لينا، وهكا ما كتقطعش لينا العجينه فاش كنجيو نصايبوها. والان بالنسبه للتوريق غادي نديروا القليل من الزيت النباتيه، وغادي نضيف عليها جوج معالق كبار ديال الزبده ذائبه. صافي كنخلطوهم مزيان حتى كيندمجوا، وكنبداو في التوريق ديال المسمن ديالنا. كناخذوا الكره وكندهنوا السطح ديال العمل مزيان بالزيت باش ما كتلصقش لينا، وكنبداو نطلقوا عادي بحال اللي كنديروا في المسمن، ومن الاحسن تخليوها ترتاح مزيان باش تجيكم هاد العملية سهلة. حتى كيف ما كتشوفوا كنرققوها مزيان، وما تنساوش دائما الجوانب ما خصهمش يجيوكم غلط، ضروري ترققوهم باش ما كيجيكمش المسمن ديالكم معجن من الداخل. من بعد كندهنوها بالخليط ديال الزيت والزبدة بحال الطريقة ديال المسمن اللي موالفين كنديرو، كنطويو الطوية الاولى وكنديرو الحشوة في الوسط بهذا الشكل هذا. حاولوا ما توصلوهاش للجوانب، تخليو واحد المسافه هنايا باش ما تخرجش لكم الحشوه من بعد، وكنطويو من الجهه الاخرى بهذا الشكل هذا. نديروا القليل من الخليط ديال الزبده والزيت وكنطويو على الشكل ديال المربع.
صافي كندوزو الكره المواليه وكنستمر بهذه الطريقه هذه بحال اللي درنا في الاول. المهم انكم ترققوها مزيان وتورقوها وما تخليوهاش كذلك غليظه من الجناب كيف ما كتشوفوا معايا. كنبقاو نخدموها وكنطلقوها مزيان حتى كيبان لينا السطح ديال العمل، لاننا من بعد فاش غادي نعمروهم ما غاديش نحتاجوا اننا نقرصوهم من بعد. كنوضعوا مره اخرى الحشوه بحال اللي درنا في الاول، وكيف ما قلت لكم ما توصلوش الحشوه حتى للجوانب، خليوها غير في الوسط بهذا الشكل هذا. هكا كتسد لينا المسمنه مزيان وما كتخرجش لينا الحشوه من بعد. هاد الحشوه هادي تقدو تضيفوا عليها الكفته اولا الخضر، ولكن غير البصله بوحدها كتجي رائعه في المذاق، خصوصا البصله البيضاء كتعطي واحد المذاق رائع، اولا البصله الخضريه حتى هي ممكن تستعملوها. صافي كنستمر بهاد الكيفيه هادي حتى كنسالي كاع المسمنات اللي عندي، كنساليهم كاملين عاد كندوزو باش كنطيبوهم في المقله. من بعد فاش كنتهيو كناخدو المسمنه الاولى اللي قدينا، ما كنقرصوهاش بزاف غير شويه، غير كنقدوها. الا قرصتوها غادي تقطع لكم العجينه وغادي تخرج الحشوه. في الاول كنرشوا المقلاه ديالنا بالقليل من الزيت وكنوضعوها وكنبداو كنقلبوها كل مره للجهه الاخرى، ما تخليوهاش حتى تطيب بزاف من جهه واحده، كل مره قلبوها وهكا كطيب لينا حتى البصله اللي كتكون لداخل. وكنستمر بنفس الطريقه، وكيف ما قلت لكم ما تحتاجوش انكم تقرصوها، حاولوا غير تقدوها من الجوانب، لاننا حنايا في الاول ورقنا العجينه مزيان وطلقناها وما غاديش نحتاجوا اننا نقرصوها بزاف. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المسمنات ديالنا اليوم. كيف ما كتشوفوا كيجيو رائعين لا في الشكل ولا في المذاق، كيجيو مقرمشين هشاشين ومورقين والمذاق رائع كيف ما شفتوا معايا. المكونات جد بسيطه وسهله، فعلا كيستحقوا التجربه ديالكم. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشاركوه مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.